اخوتي اخوتتي، واحد السلام عليكم. اليوم كان نتفاجئوا بواحد الخبر على لاله حده كاملين بينا. خبر بصراحه كان مفاجئ للجميع، كل شيء الناس تفاجات بهذا الخبر. هما الصراحه كاينين جوج اخبار وبجوجهم الصراحه ما كيفرحوش، وبجوجهم الصراحه ما زوينينش لاله حده. اولهم هو ان الابن ديالها يونس كلشي كيعرف انهم قبضوا عليه وتسجن لمده 3 ديال السيمانات باش يديروا معاه التحقيق. والحاجه الثانيه اللي تفاجئنا بها هو انها لاله حده كتفقد اعز الناس على قلبها، لا حول ولا قوه الا بالله، وكنتمنوا الصبر لاله حده. قبل ما ندخل معكم خوتي في الموضوع اللي انا جايبه لكم اليوم، ما تنساوش الاشتراك واللايك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم لاله حده شاركت معنا بنتها واحد الاخبار على الانستغرام ديالها، الحساب ديالها الخاص بها، لان كتبات الخال ديالها، الخال ديالها توفى اليوم، وكتطلب منكم انكم تدعيوا معاه بالرحمه وبالمغفره، وان كتطلب ايضا ان الناس كلها تطلب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يطلق سراح خوها يونس، اللي كلشي كيعرف كما قلت لكم انه حكموا عليه بثلاثه ديال السيمانات للتحقيق، ومن بعد عاد غيشوفوا اش غيديروا معاه. بالنسبه للخال ديالها للاخ ديال لاله حده عفوا، اللي مسكين توفى اليوم، ولاله حده جاتها واحد الصدمه اللي كبيره، اللي انها تفقدات جوج ديال الاشخاص، واحد اللي هو الابن ديالها مسكينه مشى للسجن الله يحسن عوانها، لان صعيب بزاف ان الانسان يفقد واحد من الاخوان ديالو، كتجي شويه صعيبه. والحاجه الثانيه اللي هي ان الابن ديالها ايضا قبضوا عليه، باش نقول لكم الله يطلق سراحه، والله يطلق سراح جميع المسلمين، واخا دار البساله، واخا الصراحه نصب على الناس، واخا الصراحه دار داكشي كله، كيبقى انسان وبنادم، هو يكون عنده القلب حنين ويطلب لخاه المسلم بالافراج وبالشفاء وبالصبر وباي حاجه، لان الله يحسن العوان الجميع. كما قلت لكم اخوتي، لاله حده منهاره وكتبكي مسكينه وما عجبهاش الحال، لان الاخ ديالها ما عندها ما دير، ماشي غنقول ما عجبهاش الحال، انها مسكينه ما عندها ما دير، ما في يديها حتى شي حاجه، لان الامر في يد الله، وكاملين ليها، وكنا غادي نموتوا، واللي مات ما غردوش، واللي غيموت ما غردوش، لان الامر بيد الله، والله يطول العمر العزيز عليه شي واحد الله يخليه له، اللي عنده شي حاجه شي عائله الله يخليها له، اللي عنده الوليدات الله يخليهم له، والاخوان والاخوات ايضا كذلك الله يخليهم لهم، ولكن الاعمار مكتوبه عند الله، فوقاش الاجل كيوقف، فالله يدير شي تاول الخير، والله يصبر لاله حده، وان شاء الله كنتمنوا ليها الصبر على ما يخرج ولدها، ان شاء الله الله يردوا ليها ان شاء الله على خير وبخير. كما كتعرفوا ان لاله حده قريبه بزاف للابن ديالها يونس، هو اقرب الشخص على القلب ديالها، ودائما معاها، ودائما غاديين جايين بجوج، يعني ما كيتفرقوش، دائما هي ويونس مقربين بزاف. هذا علاش جاها صعيب شويه فاش مشى للسجن لمده 3 اسابيع، هذه غير على حسب التحقيق ديالو باش يشوف كيفاش غادي يديروا معاه، والله يحسن عوانها، الفرق ديالو جاها صعيب، الله يرد ليها الكبيده ديالها ان شاء الله، الله يصبرها عليه. وحاجه اخرى ان الله يصبرها على فرق الاخ ديالها ايضا، لان الفرق كيبقى كما قلت لكم ديال الدنيا صعيب وديال الاخره صعيب، هذا علاش الله يصبرها على خوها اللي مات مسكينه، وتعازينا حاره ليها من هذا المنبر، كنقدموا ليها التعازي. ولاله حده كتبقى ام وكتبقى امراه كبيره، كما سبق لي وقلت لكم في المواضيع ديالي كاملين، هي حتى واحد ما يلومها، لانها امراه كبيره والسن ديالها كبير، والله يحسن عوانها، وكتبقى ام وكتبقى جده، هذا علاش حتى واحد كنتمنى ما يلومهاش وما يقول لها حتى شي كلمه خايبه في حقها، الله يحسن عوانها والله يوقف معها. خوتي انا كنكون وصلت ان شاء الله لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم، الا عجبكم خليوها ليا في التعليق، وخليو ليا لي لايك، ولا ما عجبكمش خليو لي لايك، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده، ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله، مع السلامه.